هنتكلم دلوقتي عن آخر جزء في الأكشنز بتاعة السيمباثيتك والباراسيمباثيتك نيرفس سيستم على الانفولانتري أورجنز، وطبعا كالعادة هنبقى بنشوف لو في أي اكسبشنز على الأورجن ده. وهنتكلم دلوقتي عن الأدرينال ميدولا. الأدرينال ميدولا احنا عندنا في جلاند موجودة فوق الكدني، موجودة فوق الكدني اسمها الاد رينال جلاند. اد رينال، اد يعني فوق، ورينال يعني كدني، يعني هي الجلاند اللي فوق الكدني. الادرينال جلاند دي عبارة عن كورتكس وميدالة. طيب الميدالة دي بتطلع ايه؟ الميدالة دي بتطلع ادرينالين اللي هو الابينفرين، بتطلعه كهرمون في البلد، بتطلعه كهرمون في البلد. طيب فأنا عندي الأدرينال المظلة دي بتطلع أدرينالين أز هرمون في البلد زي ما احنا اتكلمنا قبل كده، وبتطلع كمان كمية صغيرة من النور أدرينالين وكمية صغيرة قوي من الدوبامين. يبقى هي بتطلع مينلي أدرينالين وشوية نور أدرينالين وكمية صغيرة قوي من الدوبامين. طيب وده بيطلع مع شغل السمباثيتك نيرفس سيستم، زي ما احنا قلنا قبل كده. شغل السمباثيتك نيرفس سيستم عباره عن حاجتين، جزء منه بيبقى عباره عن النيورو ترانسميتر اللي خارج من الاعصاب بتاعه السمباثيتك نيرفس سيستم، والنيورو ترانسميتر هنا هو نور ادرينالين، او ان شغل السمباثيتك نيرفس سيستم يزود خروج الادرينالين مينلي من الادرينال ميدولا بلس نور ادرينالين. طيب الباراسيمباثيتك نيرفس سيستم ملوش افكت على الادرينال ميدالا، ولكن في جزء الادرينال ميدالا عندنا اكسبشن مهم قوي لازم نكون عارفينه، ان الادرينال ميدالا مش جاي لها اساسا باراسيمباثيتك نيرفس سيستم، هي جاي لها سيمباثيتك انرفيشن اونلي، سيمباثيتك انرفيشن اونلي زي الفنتريكلز بتاعه الهارت، زي معظم البلاد فيسلز، زي السويت جلاندز اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده. طيب لو نفتكر في السويت جلاندز اللي حكينا عنها المره اللي فاتت كانت جايه لها سيمباثيتك اونلي، وكان السيمباثيتك ده كولينرجيك، ريليزز اسيتايل كولين من التيرمينالز بتاعته. نفس الكلام في الادرينال مظله، الادرينال مظله جاي لها سيمباثيتك بس ومش جاي لها بارا سيمباثيتك، نو بارا سيمباثيتك انرفيشن تو ذا ادرينال مظله، والسيمباثيتك نيورون سبلاينج ادرينال مظله كولينرجيك ريليز اسيتايل كولين. خلاص طيب دي كانت الجزئيه بتاعت الادرينال المظله اللي هي بتساهم في شغل السيمباثيتك نيرفس سيستم وانت في الفايت اور فلايت ريسبونس، عن طريق ان هي تطلع هرمون الادرينالين في البلد يروح لكل الجسم وشويه نور ابينفرين. طيب ايه تاني غير الادرينال المظله عايزين نتكلم عنه؟ عايزين نتكلم عن الليفر. مهم جدا ان احنا نعرف ان السيمباثيتك وانت في ستريس او هو لما بيشتغل وانت في خناقه، هنلاقي ان هو بيزود في الليفر حاجه اسمها الجلايكوجينوليسيس، يعني تكسير الجلايكوجين، والجلايكوجين ده هي الصوره اللي بيتخزن عليها الجلوكوز او السكر فين؟ في الليفر. يبقى هو شويه جلوكوز جنب بعض متربط، لما اجي اكسره اعمل جلايكوجينوليسيس اطلع ايه منه؟ اطلع جلوكوز في البلاد، اطلع جلوكوز في البلاد، وبالتالي جلايكوجينوليسيس يزود البلاد جلوكوز. طيب كمان يزود السيمباثيتك حاجه في الليفر اسمها جلوكو نيو جينيسيس. جلوكو نيو جينيسيس، جينيسيس يعني تصنيع، ونيو نيو يعني نيو جديد، وجلوكوز يبقى تصنيع جلوكوز جديد. يعني انا البروسيس اللي هي جلوكو نيو جينيسيس دي برضه بتطلع لي جلوكوز زي الجلايكوجينوليسيس. طب ايه الفرق ما بينهم؟ الجلايكوجينوليسيس ده انا بكسر جلايكوجين اطلع منه جلوكوز، الجلوكونيوجينيسيس انا بصنع جلوكوز من نون كربوهيدرات سورس، من نون كربوهيدرات سورس. هو الجلايكوجين ده كان كربوهيدرات سورس لان هو اساسا سكر، كسرته طلع منه سكر، لكن جلوكونيوجينيسيس انا هصنع سكر من سورس تاني مش كربوهيدرات. زي ايه؟ زي البروتينز والفاتس. يعني اجيب من البروتينز والفاتس بتاعت الجسم اطلع منها جلوكوز. طب جلايكوجينوليسيس يزيد، جلوكونيوجينيسيس يزيد،
الاتنين عاملين يطلعوا ايه؟ جلوكوز. يعني اعمل ايه في البلاد جلوكوز ليفل؟ يزيد، وده هايبر جلاسيميا. يبقى السمباثيتك نيرفس سيستم لما يشتغل كتير يعمل هايبر جلاسيميا. طيب هنلاقي ان احنا هنا ما عندناش للباراسمباثيتك افكت، ونخش على ثالث اورجن وهو البنكرياس. هنلاقي انه مهم نعرف قوي ان السمباثيتك بيعمل ايه في البنكرياس، بيقلل الريليز بتاع الانسولين، وهنعرف قدام ده ازاي بيحصل انه يقلل الانسولين ريليز ديورنج السمباثيتك. طب هو الانسولين ده بيعمل ايه؟ بياخد البلود جلوكوز يدخله جوه التيشوز، يعمل ابتيك للجلوكوز انتو ذا تيشوز. طيب يبقى ده معناه ان هو بيقلل الجلوكوز اللي موجود في البلود، يبقى انا لما اقلل الانسولين اعلي الجلوكوز اللي موجود في البلود، يبقى انا برضو بزود البلود جلوكوز وبعمل هايبر جلاسيميا. يبقى السمباثيتك نيرفس سيستم لما يشتغل كتير وياخد الابر هاند لازم يحصل هايبر جلاسيميا، عشان زودت جلايكوجينوليسيس وزودت جلوكونيوجينيسيس، رميت جلوكوز كتير في البلود، وفي نفس الوقت قللت الريليز بتاع الانسولين اللي عمال بيسحب الجلوكوز ده يوديه للتيشوز، يبقى بالتالي حصل عندي هايبر جلاسيميا. اخر اورجن هنتكلم عنه، طبعا الباراسمبثيتك ملوش افكت، واخر اورجن نتكلم عنه هي الكيدنيز. الكيدنيز ومهم نعرف انه السمباثيتك في الكيدنيز بيعمل حاجه مهمه جدا 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 لازم نكون عارفينها، اللي هي ايه؟ ان السمباثيتك نيرفس سيستم بيطلع انزيم اسمه رينين. رينين بيزود ريليز بتاع الرينين. الرينين ده موجود في حاجه اسمها الجاكستا جروميلر اباريتس في الكيدني، يطلع الرينين. يعمل ايه الرينين؟ الرينين يجي على بروتين، البروتين ده اسمه انجيو تنسينو جين. انجيو تنسينو جين، طيب جين ده يعني حاجه هتطلع بعد كده حاجه، جين جينيسيس. فالجين دي معناها ان انا هطلع ده البروتين اللي بيطلع الانجيو تنسين، عشان كده سموه انجيو تنسينو جين. فبالتالي الرينين يحول انجيو تنسينو جين ده لانجيو تنسين 1، حاجه اسمها انجيو تنسين 1. انجيو تنسين 1، الانجيو تنسين 1 ده يعدي في يلف في الجسم لحد ما يوصل للاندوثيليوم بتاع البلود فيسلز اللي في اللنج، يلاقي هناك انزيم اسمه انجيو تنسين كونفرتنج انزيم، او بنختصره الاي سي اي، ايس انجيوتنسين كونفرتنج انزيم، يحول انجيوتنسين 1 لانجيوتنسين 2، والانجيوتنسين 2 ده اكتف. يعني انا عندي انجيوتنسينوجين بروتين مش اكتف، عندي انجيوتنسين 1 برضو مش اكتف قوي، يتحول بانجيوتنسين كونفرتنج انزيم لانجيوتنسين 2. انجيوتنسين 2 ده بقى نلاقيه بيعمل فازو كونستريكشن. فازو كونستريكشن حتى من اسمه، كلمه انجيو يعني بلود فيسل، وتنسن يعني تنشن، يعني بيضيق بلود فيسلز. يبقى انجيوتنسين 1 يتحول انجيوتنسين 2، الانجيوتنسين 2 يعمل فازو كونستريكشن، والفازو كونستريكشن يبقى انا لما بضيق البلود فيسلز انا بعلي الضغط، بعلي الضغط بتاع الدم. وبالتالي انا عندي لما اجي اتكلم عن الافكت بتاع السمباثيتك على الكيدني بيديني في الاخر انجيوتنسين 2 اللي بيعمل فازو كونستريكشن اللي بيعلي الضغط. يبقى انا عندي السمباثيتك نيرفس سيستم هيعمل لي هايبر تنشن، يبقى السمباثيتك نيرفس سيستم يعمل هايبر تنشن ويعمل هايبر جلايسيميا، يرفع لك ضغط ويرفع لك سكر.